من نيويورك، حيث أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن نداء القدس الذي وقعه الملك محمد السادس والبابا فرانسيس بمناسبة زيارة الحبر الأعظم للمغرب ينسجم وموقف الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مدينة وضع المدينة المقدسة. وأضاف دوجاريك أن مضمون نداء القدس ينسجم مع ما دأب الأمين العام عليه ويؤكد عليه، وهو أن مدينة القدس تكتسي طابعا مقدسا بالنسبة لليهود والمسيحيين والمسلمين على حد سواء، وأنه يتعين الحفاظ على هذا الطابع. وأضاف دوجاريك أن زيارة البابا فرانسيس للمغرب بالغة الأهمية وتكتسي رمزية كبيرة، معتبرا أن أي مبادرة من شأنها المساهمة في تعزيز التفاهم والتسامح بين الأديان هي موضع ترحيب.